أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: بعض المسلمين في فرنسا يعملون في سيارة التاكسي، وقد تركب معهم النساء وهن شبه عاريات ويخلون بهن، وقد يطلبون إيصالهم إلى أماكن محرمة، فما حكم عملهم هذا؟ لا يجوز هذا العمل، لا يخلو رجل بامرأة فلا يركب، ما يحملها، هم ملزم بأن يحملها، ما يحمل المرأة العارية والسافرة. نعم.